ومعنا هاتفيا الأستاذ ماجد سعد رئيس المنظمة المصرية الألمانية. هو معنا على الهاتف. أستاذ ماجد صباح الخير وتحياتنا لحضرتك. صباح النور أستاذ إلهام، وتحياتي لكل المصريين في الداخل والخارج. يا فندم أنا من مدينة فرانكفورت الألمانية. أستاذ ماجد سعد، حضرتك يعني كنت متواجد بالأمس وكنت راصد المشهد الانتخابي لديك في ألمانيا بشكل عام، تطلعنا على ما رصدته من مشاهد انتخابية بالأمس. بالأمس؟ نعم بالأمس. أنا واقف برضه حاليا أمام القنصلية المصرية بمدينة فرانكفورت من الساعة 9، بمارس مهام واجبي ووظيفتي. احنا نفس التوقيت يا فندم ولا في فرق توقيت؟ لا، هو في فرق ساعة. تمام، يعني هي الساعة 9 في ألمانيا، الساعة 10 في مصر. تمام يا فندم. انتوا بدأتوا بالفعل بحكم انتوا بدأتوا نعم. بالفعل بقالكوا ساعة. طب ممكن ترصد لنا المشهد ده صباح اليوم النهارده؟ اهلا وسهلا بحضراتكم. المشهد اليوم، احنا يوم السبت برضو، احب انوه ان ده يوم برضو عمل مش حكومي، بس يوم عمل عادي في المحلات، في الشركات، في بعض المحلات شغاله، فهنقول نص يوم عمل. يعني هيكون التوافد مش هيبقى بدري قوي، مش هيبقى من الساعه 9 الصبح يوم السبت، هنقدر نقول من الساعه 1 هيبتدي التوافد باذن الله على القنصليات والسفاره هنا في المانيا. وبإذن الله أنا متفائل خير. واسمحي لي يا أستاذة إلهام من خلال شاشة التلفزيون المصري أن أنا أناشد الجالية المصرية في ألمانيا كعادتها بالظهور بمظهر مشرف والمشاركة الإيجابية في الانتخابات من خلال نزولهم والاقتراع في صندوق الانتخابات. وبوجه دعوة لكل المصريين، وده يعني عرف بنعمله كل انتخابات رئاسية، ان احنا في اخر يوم بندلي فيه بالاصوات وبنعمل احتفال امام القنصليات وامام السفارات في المانيا. نعم. لذلك من الساعة 1 بكرة للساعة 3 هيكون واقفين كلنا، احنا طبعا متواجدين كل يوم، بس متواجدين علشان نشغل اغاني موسيقية، نرفع أعلام بلدنا، نفرح ببلدنا، ونوجه الرسالة للمصريين في الداخل، وبنوجه الرسالة للألمان وللجاليات اللي موجودة هنا داخل ألمانيا، إن إحنا هو عندنا انتخابات، عندنا شعب وعندنا جاليات بتنزل بتنتخب، وإن إحنا واقفين قدام بلدنا وحريصين على ممارسة العملية الديمقراطية والانتخابات الرئاسية. نعم. طب أستاذ ماجد، خليني أرجع شوية فلاش باك، وأنا عارفة أنه كان لكم اجتماع في شهر أكتوبر، في 6 أكتوبر، على لرؤساء نعم. الجاليات والروابط في ألمانيا نعم. لتنسيق المشاركة في نعم. الانتخابات. تحدثنا عن هذا الاجتماع وعن استعدادكم خلال الفترة الماضية لهذا الاستحقاق الانتخابي. يعني إحنا شغالين كرؤساء جاليات وروابط نعم. مع بعض، غير الاجتماعات يا فندم مع معالي الوزيرة سهى جندي وزيرتنا، وزيرة المصريين في الخارج. يعني أقرب اجتماع كان امبارح، كانت عاملة معانا اجتماع امبارح، وكنت أنا واقف قدام القنصلية المصرية بمدينة فرانكفورت علشان تطمئن على سير العملية الانتخابية. وكان في اجتماع من أسبوعين برضو مع معالي الوزيرة، مع كل رؤساء وروابط الجاليات ورموز الجالية المصرية في العالم، واحنا شغالين من اكتوبر لحد النهارده في اجتماعات رسميه. وانا متفائل خير ان الاجتماعات دي هتثمر عن مثول المصريين في الخارج بكثافه عدديه كبيره. انا بشوف من خلال شاشات حضراتكم جميعا المنظر فعلا مفرح، وباذن الله استاذ الهام هنشوف منظر مفرح للجاليه المصريه في المانيا. هي عددها برضو احب انوه انه مش كتير، عددنا بالمقارنه طبعا بجاليه المصريين في ايطاليا ولا فرنسا ولا النمسا، لا احنا عددنا اقل بكتير، لكن جاليه قويه ومتماسكه، وباذن الله هنظهر بصوره جميله. المانيا كمان فيها عدد يعني معقول من الطلاب المصريين اللي بيدرسوا في الجامعات الالمانيه. نعم. طب يعني هل برضو مضبوط. من تفاعل مع الطلاب والشباب المصريين الموجودين هناك؟ باذن الله هينزل عدد لا باس به من هؤلاء الطلبه، بالرغم ان اهتماماتهم بتكون اكتر في يعني اسف في العمل ولقمه العيش والمذاكره والغربه. نعم. فباذن الله هيكون برضو معانا قطاع من الطلبه. استاذ ماجد، هي المانيا فيها كام لجنه انتخابيه؟
يعني في اكيد في العاصمه برلين فندم. وفي فرانكفورت. نعم العاصمه برلين وفرانكفورت وهامبورغ. في هامبورغ برضه في يعني نعم. مدن على مسافات بعيده ما بين في المانيا نعم. للوصول الى يعني هذه الميدان. طب هل في تفاعل؟ انا عارفه ان في جروبات على الواتساب وعلى طبعًا. مواقع التواصل طبعًا. فيعني ممكن تحدثني طبعًا. عن التفاعل على هذه الجروبات ودعوتكم للمصريين نعم. من خلال الجروبات للوصول للمشاركه في هذه الانتخابات. نعم هو ده فعلا حصل بالفعل يا استاذه الهام من خلال الاجتماعات اللي احنا عملناها مع رؤساء الروابط والجاليات. يعني هضرب لحضرتك اقرب مثال، الجاليه المصريه في مدينه ميونخ، ودي 450 كيلو من فرانكفورت رايح و450 راجع، وتواصلنا مع رؤساء الجاليات في ميونخ ان هم هيكونوا موجودين باذن الله بكره، هيكون موجود الجاليه المصريه من ميونخ، وسالناهم اذا كانوا محتاجين اي اتوبيسات، قالوا لا احنا عاملين اكتفاء ذاتي من عندنا، وبيشكرونا كمصريين ان احنا سالناهم، يعني كل واحد بيسال الثاني، اي حد محتاج حاجه احنا هنوفرها لبعض، احنا عاملين اكتفاء ذاتي. اي حد يعني الجاليه في ميونخ قالوا لنا لا احنا معانا مثلا مجموعه، معانا 10 عربيات، لو كل واحد معاه اربعه كده في 40 واحد، مدينه ثانيه فيها خمسه يبقى معانا 30، فالارقام الصغيره بتتجمع وبتترجم بعد كده الأرقام كبيرة، لكن كل حاجة شغالين فيها من 6 أكتوبر أول اجتماعنا كان في برلين لحد امبارح شغالين على قلب رجل واحد، وبإذن الله وبالتنسيق طبعا مع القنصليات ومع السفارة، انزل شارك تدي صوتك لمين، دي بتاعتك انت. القنصليات والسفارة بتناشد المصريين برضو من خلال مواقعهم الرسمية، مش احنا بس، انها تنزل تشارك، وبوستات الهيئه العليا للانتخابات في كل حته، وكل يعني غالبيه المصريين عارفين، والجو طبعا يا رب يساعدنا. يعني انا ده كان لسه سؤالي لحضرتك عن الجو، لان انا عارفه ان في بروده في الجو دلوقتي في المانيا، كنت بقرا عن الطقس فلقيت انه الجو بارد جدا. ففي ظل هذه الاجواء حرص الناس ان هم ينزلوا في الجو البارد، هل الجو بيعوق النزول بشكل عام، ولا انتم متعودين التفاعل في مثل هذه الاجواء؟ احنا متعودين من التفاعل، لان انا كنت لي كان لي الشرف ان انا اكون موجود في الانتخابات الرئاسيه السابقه، ودي برضو كانت في شهر 12 او شهر 1، نفس الجو ونفس الطقس، وانا فاكر انه كان ثلج ونازل الثلج الابيض، واحنا رافعين العلم الابيض علم مصر قدام القنصليه، وكنا مجموعه كبيره وكنا فعلا مسقعين. والمره دي برضو هننزل استاذه الهام، الانتخابات بتكون مره كل 5 سنين، حتى لو الجو ساقع، حتى لو الدنيا برد، هي مرة هننزل ننتخب، هنقف 10 دقايق ربع ساعة نهتف تحيا مصر، وبعد كده بنرجع تاني. وبرضه الناس اللي موجودة ممكن يسأل يا عم انت بتقول كده عشان انت من مدينة فرانكفورت. انا من مدينة فرانكفورت، لكن 450 كيلو ولا 500 كيلو هناخدها مرة واحدة، ننتخب ونرجع، دي مرة كل 5 سنين، وانا متفائل خير باذن الله استاذه الهام. ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ ماجد سعد، كنت معنا على الهاتف من فرانكفورت، واذكر انك رئيس المنظمه المصريه الالمانيه، شكرا جزيلا لك.